كويس انك جيت، انا ببص على ملفات الموظفين وانت راجع المحاضر. لا مش فاهم. ده انت فود يا ادم، في ايه؟ انجز يلا، مفيش وقت. مفيش وقت ايه؟ انا ما كنتش عارف انك شغال على القضيه دي اصلا. اديك عرفت. ممكن تعمل اللي بقولك عليه بقى؟ لا انا المشرف على القضيه دي، ومفيش حاجه تتعمل قبل ما ندي لزين. قبل ما ندي لزين نسبه المديرين الستات للرجاله 3%. لا مش 3%، 6%. انت فاهم ان في حد هيبص ورانا؟ وبعدين ده في مصلحتنا ان النسبه تقل. ايوه بس ما ينفعش نعمل كده بالكذب. اه انت جات لك الحاله تاني بقى. على فكره لو تشتغل على القضيه دي بتسمعي كلامي. والله انت عارف ان انا اللي محاميه استئناف وانت اللي في ابتدائي صح؟ وانت عارفه ان زين هو اللي مكلفني بالقضيه دي ولا مش عارفه؟ وفريده هي اللي قالت لي ان انا اشتغل عليها، عندك مشكله اتفضل روح اشتكي لها.